عقد يوم الخميس الرابع من شوال 1438 هجرية الموافق ل 29 يونيو 2017 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وأيضا تعيين في مناصب عليا ومدارسة عدد من المستجدات. في بداية الاجتماع وجه السيد رئيس الحكومة كلمة افتتاحية أكد فيها على أن الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري يؤسس لمرحلة جديدة في تدبير المشاريع والبرامج التي تعتمد من قبل الحكومة وتوقع أمام جلالة الملك أو تعتمد من قبل مجلس الحكومة، مرحلة جديدة قوامها مضاعفة الجهد من أجل احترام الآجال المنصوص عليها في هذه البرامج والاتفاقيات، قوامها مضاعفة الاحتياط قبل التوقيع من أجل الحل الاستباقي لمختلف الإشكالات المرتبطة بالتمويل أو بتعبئة العقار أو بالتنسيق المطلوب بين القطاعات الحكومية أو بالدراسات اللازمة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لهذه الاتفاقيات. السيد رئيس الحكومة أخبر بأنه ستحدث لجنة على مستوى رئاسة الحكومة ستتطلع بجرد كامل للاتفاقيات والمشاريع التي وقعت أمام جلالة الملك أو اعتمدت من قبل مجلس الحكومة سواء تعلق الأمر بالحسيمة أو بمختلف أقاليم ومناطق المملكة، وأنه يعول على دعم الجميع وانخراطهم من أجل ضمان التواصل اللازم بين مختلف القطاعات حتى لا تقع مشاكل أو يقع تأخر، باعتبار أن البعض المشاكل يمكن حلها في حالة طرحها على الهيئات المعنية بها، وعند عدم الحل لابد من إحالة الأمر على رئاسة الحكومة. ودعا إلى الرفع من مستوى اليقظة والتنسيق والتتبع باعتبار أن المواطنين ينتظرون الكثير من الحكومة وأن الحكومة عليها أن تكون في مستوى هذه الانتظارات، كما أكد على ضرورة القيام بزيارات ميدانية لتتبع المشاريع على الأرض وعدم الاكتفاء بتقارير ترفع بطريقة دورية، بل أيضا القيام بزيارات للوقوف على مستوى التقدم في الإنجاز وأيضا على الإشكالات التي تعيق، وأنه لهذا الغرض هنالك زيارات مقبلة لعدد من الوزراء لعدد من المناطق من أجل رفع التعبئة للوصول إلى الأهداف حتى نكون في مستوى انتظار جلالة الملك والشعب المغربي. تم إعداد ملف حول مجهود استكمال وتسريع مشاريع تنمية إقليم الحسيمة والذي سيقع تعميمه على الإعلام، ويهم المجهود الذي يبذل حاليا على مستوى تسريع هذه الوتيرة. وكما سبق أن أشرت هنالك مجهود على مستوى القطاعات، لكن هنالك مجهود على مستويين أساسيين، كاين المجهود الذي يبذل من قبل وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال حيث تم توقيع 9 اتفاقيات. المجهود الثاني يقع على مستوى بشكل أساسي الوزارة ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. مجموع المشاريع ما بين الحسيمة منارة المتوسط اللي هو 6.5 والبرنامج الفوارق المجالي اللي هو 1.7 والبرنامج ديال سد واد غيس والطرق التكميلي كنوصلوا 9.9 زائد الطريق السريع اللي هو حوالي 4 كنوصلوا هنا حوالي 14 مليار درهم. وجدد المجلس في الختام دعوته ونداءه للساكنة من أجل إقرار الهدوء والتعاون والمساهمة في توفير الأمن مع التنويه بمواقف قطاعات واسعة على مستوى ساكنة الحسيمة. قرر المجلس الاستجابة إلى طلب السيد وزير الاقتصاد المالية بإرجاء
العرض المتعلق بانتقال التدريج لنظام الصرف المرن إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.